للشعر بشكل عام أهمية كبيرة، والشعر النبطي أيضا كذلك لا يختلف عن هذه الأهمية، ولذلك أصبح للشعر الشعبي مكانته في كل البلدان، يعني ليس فقط في منطقة الخليج إنما في كل البلدان يبقى للشعر الشعبي أهمية كبيرة. استمرت هذه الأهمية في أن تكون في بدايات الشعر الشعبي بأنه كان بمثابة وكالة أنباء تتناقل الأخبار، سواء كان عن القبائل، عن الجماعات، عن الأفراد. أصبح أيضا كذلك هناك مكانة كبيرة للشاعر في المجتمعات. كانوا في السابق عندما يولد شاعر معين يتم إشعال النار في أعلى قمة لديهم إذانا وإعلانا بولود هذا الشاعر. كان الشاعر هو من يقوم بتعزيز لهذه القبيلة، سواء بنشر أخبارها أو قوتها أو غيرها. استمرت هذه الأهمية للشعراء ومكانتهم في المجتمع حتى يومنا هذا. في قطر تحديدا أعتقد أنها عاصرت الكثير من العصور للشعر الشعبي، بدءا من دخول وسائل الإعلام، ثم المطبوعات كانت في السابق أيضا سبقتها، وعندما دخلت وسائل الاتصال المختلفة مثل الأمسيات، مثل الصحافة أيضا كذلك الشعبية، انتشرت أهمية الشعر بشكل كبير، وأصبح للشاعر مكانته في المجتمع ونجوميته أيضا كذلك في المجتمع. مؤخرا يعني دخلت أيضا كذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح أيضا هناك مكانة للشعر. يتم تداول هذه الأبيات من خلال مقاطع مصورة، من خلال المقاطع أيضا كذلك المكتوبة، في كل أغراض الشعر الشعبي، ولذلك تبقى للشعر الشعبي أهمية كبيرة كانت ولا زالت إلى يومنا هذا.